الليالي وجهها أسود وشره مستطير من تجاربها علينا طبعناها كتاب من روح بلغ حزنها الجرحى الأخير كل مقفل باب تفتح على الأحزان باب من يمر الحب يصبر على سوء المصير أوله شهقة غلا وآخره زفرة عذاب. سلام من الرحمن موصول بالرحمة. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين عبر قناة الظفرة في برنامجكم شعراء الملايين من حدائق فندق شاطئ الراحة في أبوظبي. هذا المكان الشاعري المطل على جزيرة السمالية الأثرية وعلى مبنى الدار الذي فاز كأجمل مبنى لعام 2010 في العالم. نلتقي بضيف هذه الحلقة الشاعر عيضة السفياني لنصطحبكم معه ويصطحبنا عبر شعره الجميل في هذه الحلقة. أهلا بك يا أستاذ عيضة في هذه الحلقة، ونتمنى أن تكون كما عهدناك ضيفا وشاعرا رقيقا تضيف على هذه الحلقة والمشاهدين. أهلا وسهلا فيك أستاذ كريم، وأنا جدا سعيد أن أعود بالذاكرة لهذا المكان اللي كان منه انطلاقة رائعة لنا، تعتبر منعطف في مسيرتنا الشعرية، وأيضا تعتبر بوابة نطل بها من خلالها لجماهيرنا. أنا اليوم أعود لتلك الأيام الجميلة، أتمنى أن تكون هذه الإضافة إضافة لي قبل أن تكون إضافة للسادة المشاهدين عبر قناة الظفرة، وأنا منكم وإليكم إن شاء الله. كتاب مفتوح لكم، ما عندنا شك أنك راح تضيف، ونحن حقيقة نستضيفك في هذا المكان الرومانسي الجميل لأننا نعتقد بأنها راح تحرضك على الشعر وعلى المزيد من قراءة الشعر. أولا أبو لجين، هناك غياب نقدر نقول، يعني هل هو مقصود، هل هو تأني، غياب عن الساحة؟ لن نقول هو غياب إعلامي لأن احنا نعرف نشاطك في التويتر ووسائل التواصل الأخرى. بالتأكيد يا أستاذ أبو أحمد، أولا هو ليس غياب، ولكن عندما يكون هناك حدث أبرز والسادة المشاهدين ينتظرون إطلالة أخرى تفوق هذا الحدث، هذا أعتقد في علم الغيب ولن يحدث قريبا، بحكم أن الجمهور عرفنا من خلال شاعر المليون. وشاعر المليون لو جمعت مسيرة كثير من الشعراء، ظهورهم الإعلامي عبر الأمسيات، عبر الصحافة، عبر القصائد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كلها لمدة سنوات، لا تكفي 5 دقائق في ظهورك في شاعر المليون، بالذات في المواسم اللي احنا كنا فيها عندما كان الوطيس حامي والمنافسة شرسة ومقارعة الشعراء. يعني الآن شاعر المليون لا زال رائع جدا، لكن يختلف الوهج الإعلامي نوعا ما. أنا أريد منبر أكبر من هذا الحدث حتى أظهر فيه، ورغم ذلك أنا لست غائب، متواجد في معظم المهرجانات، متواجد في معظم الأمسيات، متواجد عبر التواصل مواقع التواصل الاجتماعي، لكن أيضا أنا مقتنع قناعة تامة أن السؤال هذا راح يتردد في ذاكرة الجمهور، أين أنت ولماذا الغياب؟ نحن نعتقد أن الشعراء الكبار حينما يحضرون يخلقون مناسبتهم الكبيرة، والمناسبات الكبيرة قد ترفع من شأن الشعراء الصغار، الشعراء الكبار والنجوم هم يرفعون الأنشطة الصغيرة ويجعلون منها تبقى في الذاكرة. ننعطف إلى الشعر أولا لنستشرف مناخات الشعر عند عيضة قبل أن نستمر في هذا الحوار. أولا أنا يعني إذا كان هناك قصيدة في ذاكرتي جميلة جدا ولم تكتب، هي في أبو ظبي، هذه المدينة الجميلة، المدينة اللي أعشقها. يعني أنا أمس وأنا على سماء أبو ظبي حسست بالشوق، وأنظر للمدينة من الأعلى، أنظر وأقرأ طيبة أهلها وكرم أهلها وحفاوتهم دائما اللي غير مستغربة منهم، وهم أهل الكرم والطيب. وأنا أعدكم بقصيدة إن شاء الله في هذه المدينة الجميلة اللي تعتبر قطعة مني، ونحن بانتظارها. الآن نسمع شيء من شعرك. أيوة، هنا قصيدة جديدة بعنوان مساحة بين صفرين.
أعتقد أن معظم البشر مر بهذه المساحة. القصيدة اجتماعية نوعا ما. بعد إذنكم حللوني وافسحوا لي مجال. من كم سنة هو العتب في خاطري له ندى شاعر تجلت بها الأحداث فوق الخيال من مسقط الرأس حتى عاديات المدى يقرأ عليكم من الواقع كتاب الخصال من رأس طيب وتجاوز به ظنون الردى وجه الحقيقة بدالي ينكشف من خلال وجه الضلالة ووجه الصبح نوره بدأ أمر إجابة حلاوتها في خبث السؤال اللي تردد لصوته في المسامع صدى دام الصداقة عليه شمس ما هي ظلال لي من عدا يصدقه ومن أصدقائه عدا اللي صفر فالمية واللي صفر فالشمال واللي لسانه على الأذواق يقطر ردى أصحاب مجلس في مجلسهم ونعم الرجال ونمسهم ضر ما يعرف حداهم حدا الضرب في موت حاسيس القرايب حلال ويعيش عصفور بين ضلوع صدري شدا أشعلت روحي عشان أبث روح الجمال لكنها في سواد الناس ضاعت سدى يا الربع كثر الكلام يزيد نقص الكمال في حضرة أطول لسان إنسان وأقصر يدا عقارب الأرض تخرجها ظروف الليال وفدابها عادياتي قبل أروح فدا أدعس على روسها وذنابها في الرمال وامشي وراسي شموخه مثل راس الهدى. ما شاء الله جميل. الحكمة والنقل الفروسية الله يعني قد تكون الآن اختفت إلا من الشعر، يعني لا نرى هذا الاعتداد في حتى عند كثير من الفنون الأخرى أو ما يقدم مثل ما نرى عند الشاعر. يعني إلى أي مدى بولوجين ترى أن الشاعر يجب أن يعتد سواء على مستوى بلده أو يعتد في عزيمته في ثقافته في علمه؟ بعدين راح نجي إلى ما يحب يعني عشان ندخل على نادي الهلال يعني تأكيد. لأن هذا راح يأخذ منا فصل كامل طبعا. يستاهلون. أولا القيمة الإنسانية، طبعا الإنسان ليس ترى كل شخص إنسان وليس كل هذه نبي نفهمها، ليس كل شخص أيوة إنسان. أيوة هناك إنسان ديكور فقط. نعم. جميل. فلذلك طبعا. القيمة الإنسانية لا تشترى ولا تباع ولا تساوم، هي عملة نادرة غالية جدا عند الإنسان. متى ما استشعر هذه القيمة الإنسانية هو يحكي، بالذات إذا كانت القيمة الإنسانية مصحوبة بشاعرية، هو يحكي عن المجتمع من حوله، يجس نبضه ويضغط على جراحه ويعدل المعوج وينتقد ويتحدث وأيضا يتكلم بلسانهم العاطفي وحاسيسهم المرهفة. هذه القيمة الإنسانية متى ما استقامت داخل الشاعر تجعل داخله سيف، لأن الشعر سيف. الشاعر يجب أن يكون ذو برجوازية عالية على مستوى النص وإنسان بسيط على مستوى المجتمع. كلما امتلكت شاعرية عالية كلما كنت إنسان بسيط، وأعتقد أن العكس أحيانا يكون صحيح. فلذلك عندما تلتقي بأمير اجعل شعرك وأنت ملك، عندما تلتقي بإنسان موجوع اجعل نفسك العلاج والبلسم والدواء. جميل. فهذه المتناقضات هي التي تظهر جمال الحياة وتعطي الحياة ألوانها الجميلة، مثل هذا الشاطئ اللي احنا فيه ومطلين على جزيرة، البحر والماء والزرقة والشمس، هذه هي مكونات أولية للشاعرية. متى ما استحضرها الشاعر واستطاع أنه يتكلم فيها من خلال سياق لغوي جميل ومبتكر أيضا، هو بالتأكيد حاضر في المشهد الشعري الحقيقي. استوقفتني كلمة حقيقة أنا يعني وافقك فيها، أو أنا ممن يتبنون هذه الكلمة ولكن قد لا تصل للبعض كما أعنيها، وهي أن الشاعر يعني يجب أن يكون مغرورا، ولكن ليس الغرور الذي يقتله ولكن الغرور الذي يحرضه ليثبت للآخرين لماذا هو لدي هذا الاعتداد وهذه الغرور وحب الذات هذا. فحب الذات إلى أين تصل فيه حتى يعني نميز بين الاعتداد وبين الغرور؟ لأن ما زالت الإشكالية غير واضحة. أنا أقول أنه يعني المتنبي يقول أنا الذي
نظر الأعمى إلى أدبي متى ما أنت خرجت من السعد والمألوف. ففي هذا أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. نعم. فلذلك التناقض في هذا البيت هو الخروج في الماء عن الماء السائد والمألوف، جعل منا نعشق هذا البيت ونعشق شاعره، وكأننا نعيش مع المتنبي الفارس الشهم إلى آخره. نعم. من خلال النص، رغم أن هناك نصوص أخرى تقول أن المتنبي مثلا قتله شعره وكان غير شجاع، لكن احنا نتكلم على مستوى النص الشعري. النص الشعري يجب أن يكون شجاع، يكون فيه حتى يتحدث بها الآخرون. ولنفترض أن هناك إنسان في أقصى المدينة لا يمت للشجاعة بصلة، ولكن يكفيه أن ينشد هذا البيت. إذا أنشد هذا البيت فأنت تحدثت عن لسان الآخر. أنا أعتقد أن الشاعرية يجب أن تكون فيها اعتزاز، فيها رائحة نار وبارود وزمجرة ريح ورفيف برق، كلها شموخ تدل على جميل. السماء جميل. فهذه الشاعرية متى ما اصطحبتنا وأخرجتنا من مستوى الأرض البسيط إلى الأفق الأعلى، أعتقد أنها هي شاعرية محمودة. ولا تنبيك أن الشاعر مغرور، لكن أن الشاعر يتحدث بلهجة مثلا القبلية العالية اللي فيها نوع من العنصرية وفيها إقصاء للآخر، لا، هنا يعتبر الشعر خرج عن مساره الحقيقي. يعني هو كما يقال أن هناك الغرور اللي هو غرور الباطل، وهناك الاعتداد، فما كان باطلا فهو غير محبذ. وحتى الشاعر ما دعيت أنا أن يكتب الشاعر في أن يكون ما يسميه الآخرون أنه غرور، هو في واقع الأمر هو مرحلة تحريضية للشاعر لكي يقول مثل هذا البيت المتنبي، لو لم يكن مغرورا في الداخل لما أوصل لنا هذا البيت. كان يجب، وهو يعرف أنه ليس هناك أعمى يرى أدبه، لأن الأعمى لا يرى حتى القرآن الكريم، فما بالنا في أدبه وفي شعره. أستاذ عيضة، حقيقة الحوار معك شيق وذو شجون، ونحن نريد أن قامة أدبية، يعني أنت أمير الشعراء الله يسلمك، وأنا يعني جيت وأنا الله أنظر يسلم. إلى الأعلى بصراحة يا سيدي. إحنا بالعكس، أنا أتشرف بلقاء الشعراء كلهم وأنا أقرب الناس إلى هذا العشب. ولمعلوميتك يعني أنت وضعت الآن حلقة جميلة جدا، هو التقاء الشعر الشعبي بالفصيح على طاولة واحدة، وإحنا كنا نعيش صراعات كبيرة من فترات سابقة بأن هناك من يرى أن الشعر الشعبي هو فيروس ينخر في جسد. لا لا لا, لا هذه نظرية تحتاج إلى إطالة. خلنا بالجزء أيوة الثاني. الآن لا يكفي الرد عليها أنه شاعر فصيح يلتقي بشاعر شعبي. أعزائي المشاهدين، رح يكون هذا المحور الثاني بعد هذا الفاصل، انتظرونا. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في هذه العوده الاولى مع الشاعر عيضة السفياني. بولجين، قبل الفاصل طرحت، ما اقول طرحت، اقول القيت بقنبله صغيره، وهي العداء بين الشعر الشعبي والفصيح، او بعض المرضى الذين كانوا يرون ان الشعر الشعبي هو نوع من فيروس وما شابه ذلك. نتكلم عنها، وثم يعني لدي محاور كثيرة في هذا الصدد. هل ترى أنت أن الشعر الشعبي هو شيء مغاير عن الشعر الفصيح، أم أنه فن وهذا فن، وكلاهما لا أقول يكملان بعضهما، يكملان لوحة المشهد؟ جميل بعمومة. جدا، أنا أعتقد أن الشعر الشعبي في الآونة الأخيرة خرج من تقليديته وتحولت القصيدة إلى قيمة فنية عالية، تحدث عن الحياة بكل تفاصيلها الصغيرة، وخرجت من دائرة الخيمة الشعبية والصالة المغلقة وتقليدية القصيدة. أيوة، خرجت من تقليدية المشهد كامل. نعم. من حيث المفردات، من حيث القصيدة نفسها، من حيث المعطيات والتعاطي أيضا. فأصبحت القصيدة الآن من الممكن أن تتناول في ورقة نقدية وتوضح وتعالج مشاكل وهموم ناس. الشعر الشعبي، الشعر الفصيح في الناحية الأخرى، يعني
وأنا لا يعني أختلف على مفردة بعض الناس المرضى أو هو رأيهم، لكن القصيدة الفصيحة لم تعد تلك القصيدة اللي نحن نعشقها ونرددها، فأنا أعتقد فيها خفوت نوعا ما في الآونة الأخيرة. السبب الشعراء اللي يكتبونها؟ لا طبعا الشعراء اللي يكتبونها، الشعراء اللي يكتبونها ما استطاعوا أنهم يمتطون صهوة جواد التجديد وينتقلون به، لأنه تجددت المفردة وبقى الفكر حبيس ما أنتجه الشعراء في الماضي، فأصبحت عملية اجترار وتكرار. فأنا لست بحاجة أن يجيني شاعر اليوم يقول أنا الذي نظر الأعمى إلى الأدبي، أنا أبغي يضيف لي شيء جديد، تقنيات الحياة مستجداتها تطورها، يتناول الحياة من آخر محطة ولا يعيد لي ما, 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 ما سبق قراءته أو تناوله. هذه الفوهة اللي هنا خفوت، وهنا طبعا أنا أعتقد أنه نوعا من ما تقدم، جعل القصيدة الشعبية تفوق، جعل دائرة التلقي في الفصيح محصورة نوعا ما، وبانتشار للشعبي، الشعبي الجميل جدا. أعتقد أنه عملية ردة فعل من أنصار الفصيح تجاه الشعبي، ومحاولة بما أن رأيهم، طبعا إحنا نقول أن اللغة الأم هي الفصيح، ولكن أنت أيها الأكاديمي الرائع والناقد الجميل في معطياتك لحياتك اليومية، مرورا بالسوق إلى الدوام، رجوعا إلى البيت، إلى مقاهي الأنس، ما هي اللغة اللي تحدث فيها أنت؟ هل أنت فصيح؟ طبعا لا. لا، الآن إحنا نسمع قصيدة وأرجع لأنني أريد أن أختلف معك، ولكنني بعد ما أسمع شيء من شعرك الآن. أبشر حبيبي. هذه قصيدة بعنوان يا الحال روح لحالك. في بالي من كلام الناس كل اللي تقول الناس، جمعت ولا جمعت إلا عشان أرميه من بالي، مزاجي صعب ما يصلح ولا يركب علي تراس، صحيح إني وحيد بهالوطن بس الوطن خالي، مزاجي ما تزول إن جاك باس اللي يزول الباس، أقولك مثل ما ودي أقولك نبضة ومالي، أبقطع بالمشي درب الرجا ما بقطعها بلياس، على باب الكلام البكر رتل ما تهيالي، تعود تطلق الكلمة تحلق خارج الأقواس، على حريتي يا ما على حالي رثى حالي في هذا الجيل، كم من شاعر غاوي بليد إحساس، يمر مع الحزن ما يحمل من الحزن مثقالي، حياتي شيطنة بيني وبيني نزعة الوسواس، تقولي لا تقولي قل أعوذ بربي الوالي، حياتي ظل سدرة باب وج، باب وج في الطائف، حياتي ظل سدرة باب وج وصعلك الجلاس، نميل ونعتدل ونميل وين الظل ما مالي، حياتي شيطنة بيني وبيني نزعة الوسواس، تقولي لا تقولي قل أعوذ بربي الوالي، تعب تمشي لحالي صرت أشك في معظم الأنفاس، أقول لك يا الحالي روح لحالك، بجلس الحالي حبيبي والغواية بعد هذا الحد ما تنقاس، أحب من التعب كل التعب وأكره عتب غالي، أحس بداخلي صرخة سجين وكلبشة حراس، وأنا يدي على يدي وحس بشي يبقى لي، حبيبي ما تزول إن جاك باس اللي يزول الباس، على بالك حنين من الحنين اللي على بالي. جميل جميل حقيقة. يعني عودا إلى ما فتحناه من مواضيع قبل القليل وهو الشعر الشعبي، يعني أنا أرى أن الشعر الشعبي هو فن، وفي الإمارات وفي الخليج عموما له خصوصية في هذا المجتمع، فيجب أن نحافظ على هذه الخصوصية وهذا الفن لجماهيرية، ونطور نعم منها. نعم لجماهيرية، نعم، بدليل حتى في الوطن العربي يعني الشعراء الشعبيين في مصر مثلا لديهم إقبال جماهيري أكثر من الشعر الفصيح، الشعر في لبنان كذلك. لكن عملية التطوير هنا أختلف معك فيها، الشعراء الفصحى طوروا القصيدة منذ الأندلس، غيروا في البحور وزاوجوا في البحور، ثم كتبوا شعر التفعيلة، ثم كتبوا ما سمي قصيدة النثر، نجحت أم لم تنجح هذه قضية أخرى، لا يكتبها كبار الشعراء، لم يكتبوها إذن. لكن الشعر الشعبي مع الأسف ما زال محافظ على كلاسيكيته من حيث الشكل، تطور من حيث المضمون نعم، وتطورت الصورة نعم، الشكل ليش عيض السفياني لحد الآن لم يكتب مثلا
قصيدة تفعيلة. اولا انا لدي قصائد تفعيلة. جميل. كثر. جميل جميل. وهناك نماذج كثيرة من الشعراء الرائعين بالذات في مرحلة الثمانينات، نستعرض الحميد الثقفي، بدر بن عبد المحسن، فهد عافت، اسماء كبيرة ضافت بصمة، لكن ما قاعدين نشوفها الان. هي تجربة. احسنت، هي تجربة كانت جميلة جدا ونجحت اعتقد انها، لكن ارتداد بعض الشعراء الآن، هم الشعراء اللي من الممكن أن تسميهم شعراء دغدغة المشاعر من الخارج، والبحث عن الضوء الخاطف واللحظة اللي قد تذهب في مهب الريح، لا يبحثون عن الخلود في ذاكرة الشعر، في ذاكرة المتلقي، من خلال تعب على نصوص عميقة ذات أبعاد. هم طغوا على السطح أحياناً في فترة معينة فتسيد المشهد نوعا ما. بالعكس، أنا أقول إن القصيدة الشعبية خرجت بأشكال مختلفة. تفعيلة، هناك قصائد تفعيلة جميلة جدا. يا ريت أبو لجين يعني أنا أستمع إلى شيء من تفعيلتك. والله عشان أحيا محتاج لي شيء يقتل حياة تشيا، حتى أعيش بشكل كل أحيان محتاج لي حالة بدون إنسان. يا صاحبي محتاج حالة فصول للبذر والإنتاج، حالة قبول للسجن والإفراج، حتى يطيب العيش مع كل مالك، كل مال مالك، وإن جاك مالك قل له يا إما مالك أسفين وما عليش، ما الله كتب لك عيش. بالله يا طب عمس جيب لي معك مثلك رداءة نفس، تعبت بوجاعي أقلب أوضاعي، وارجع وسيف الحق مشلول بذراعي، محتاج لي راحة بعد التعب والكبت، الأرض طراحة ووجاع صدري خبت، كمات تفاحة لأصحاب يوم السبت، يا مالك الساحة من همنا وجبت، شفني بهالواحة أذنبت يوم وتبت، كم بيننا محتاج وكم بيننا مالك، وما بين هالإثنين نجمع بعضنا وننقسم نصفين، نصف منا مالك المحتاج ونصفنا محتاج مالك. ما شاء الله جميل. يعني حتى لما فكرت تكتب قصيدة في تفعيلة دخلت في ما يشبه الفلسفة، يعني رؤية فلسفية لهذا الغرض. أنا شايفك من خلال الآن المرور اللي مرينا كله في نوع من العزوف عن الشعر الغزلي، في موقف من الشعر الغزلي ولا لا بالعكس كبرنا مثل ما يقولون؟ لا والله بالعكس، الشعر الغزلي هو متى ما أنا ما أسميه الشعر العاطفي أفضل يعني. نعم العاطفي. هناك قصيدة وأنا أكتب الشعر العاطفي، لكن يمكن أنه مو أكثر، مو الأكثر أو مو الأهم عندي. في قصيدة جديدة، الليالي يا حبيبي عبوس قمطرير، وانت لذة من فقد كل ما لذة وطاب، كنت اشوفك غيم وطير احلامي وطير، واتنفس معك صبح القرى فوق السحاب، اتنفس من زفيرك شهيق بلا زفير، كل ما نسنس عذوبة على الخفاق ذاب، كنت امرر لك جروحي مع الضلع القصير، كل ما تختار رمانتينك جرحى طاب، اعرف انك كنت غيرك وغيرك عنك غير، أنت من نور الهداية وغيرك من تراب، يا صباح الخير جيب لي معك في الصبح خير، كل يوم يمر يطاح من راسي شباب، الليالي وجهها أسود وشره مستطير، من تجاربها علينا طبعناها كتاب، آه من روح بلغ حزنها الجرحى الأخير، كل مقفل الباب تفتح على الأحزان باب، من يمر الحب يصبر على سوى المصير، أوله شهقة غلا وآخره زفرة عذاب. جميل. هذا الشعر رقيق، يعني أعتقد أنه يجب أن تعطيه مساحة أكبر أيضا، لأنه لا خصوصية حقيقة ولا امتياز. أعزائي المشاهدين انتظرونا فاصل قصير ونعاود لقاءكم مع عيضة السفياني. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه العودة الثانية مع عيضة السفياني. عيضة، أرحتنا في القصيدة الغزلية الأخيرة، رغم أنك قدمتها تقديم
ما كنت أتمنى أنك تقدمه فيه بأنك مقل بالغزل ولا تكتب، وليس أكثر شعرك الغزل أو العاطفي أو سميه ما شئت. يعني هل أنت تريد أن تحاكي الشعر كما تحاكيه في نفسك أم تحاكيه كفن؟ يعني أنت الآن في حالة سفر يجب أن تكتب فقط في السفر، أم أن الشعر يعني هو حالة الخاصة وما له علاقة أصلاً في تكوين الشخص؟ لا، أنا أعتقد أن أنا بالنسبة لي أنا هذه وجهة نظر أنا من خلال تجربة. نعم، أنا لا أكتب في الحدث الآني، أنا ممكن الآن أكتب عن حالة سفر عشتها قبل 4 سنوات، أو ممكن الآن أكتب عن حدث مر علي، لأن الشعر عبارة عن تراكمات زمنية تختمر في الذاكرة. نعم. وعندما تأتي الحالة الشعرية تنهض، ووقتها لا يكون للشاعر فرصة المقاومة، يكتب مهمته أن يكتب في هذه الحالة. هناك يعني ومضات تعتبر هذه، أن كوني أطلع الطيارة أشوف لي خطفة كذا وأكتب فيها أي شيء، أشوف لي مشهد وأكتب فيه، هذه تعتبر مدونات وملاحظات صغيرة لا ترتقي لما يسمى بالشعر. أعتقد الحقيقة بالقصيدة الكاملة. أيوة، بالقصيدة مكتملة الملامح اللي من الممكن أنت تضيفها إلى تجربتك الشعرية. لكن في ناس يكتب في هذا النوع، يعني على طول يشوف له سمكة طالعة من البحر كاتب بيتين، سمكة خرجت من البحر أو خشبة على البحر، يشوف واقف في الشارع وكتب على طول. طيب عيضة الآن، وين عيضة السفياني من الكتاب المطبوع؟ والله أنا من قناتكم الرائعة وبرنامجكم الرائع، يعني صراحة أقول أني على وشك، و هو ملك لكم الكتاب بمشيئة الله. أنا راح أسلمه هيئة أبو ظبي، وأنا سبق وتواصلت مع الأستاذ سلطان العميمي، ولكن الكسل مني واليوم بكرة، يعني لي أكثر من سنة وأنا أجل في الموضوع، لكن بمشيئة الله يكون أنه من إنتاجكم، وهذا المكان هو أفضل مكان أتشرف أن يكون أعلم فيه، وأتشرف أن هيئة أبو ظبي هي المشرفة على ديواني، وأبد بمشيئة الله قريب إن شاء الله. وفي نية لديوان صوتي؟ والديوان الصوتي قريبا إن شاء الله أيضا، وهذا للأسف الشديد أنا لي أكثر من لقاء كل ما سألت قلت قريبا، لأن تعرف الشعر الشعبي أبو لجين هو يعني الشاعر يقدر أن يضيف عليه من روحه، يعني هو يكتب الكلمات ولكن أيضا يستطيع أن يضيف من روحه ومن أنفاسه ومن إلقائه ما يجمل هذا الشعر. والله أنا أتفق معك، الأيام هذه الدواوين الصوتية والقصائد المسموعة بشكل عام هي انتشلتها الشيلات وأخذتها إلى أبعاد أخرى يعني جميلة. أنا أعتقد أن الشيلة فيها إضافة متى ما صحبت بلحن رائع وقصيدة جميلة، هي فيها انتشار أكبر من القصيدة الملقاة على طول، حتى وإن كان إن في جمهورك يحب يسمع صوتك أو يحب نفسك حسيسك اللي تضخها على النص. نعم. من خلال الإلقاء، لكن في الأخير هو مسموع، هو غير مشاهد، مسموع، فأفضل له يسمع شيلة. أنا أعتقد يعني الشيلة جميلة جدا، وفكرة إنه يكون الديوان حق القادم مصحوب بكم اسم من الأسماء المعروفة اللي عرف عنها الشيلات والصوت الرائع. الفضاء الإعلامي الآخر هو الإنترنت، إنستغرام، هذه الوسائل أين عيضة منها؟ أنا متواجد في تويتر فقط، يعني تويتر فيسبوك كان عندي صفحة، والإنستغرام لا، الإنستغرام ما عندي والله، لأنه تنشغل ما بغالك وقت، انت بتأدي اعمالك اليومية الحياتية المتعبة، يعني احنا نكدح في طوال اليوم، الايام هذه الناس تصارع من اجل البقاء احيانا، ولا بتقعد على تويتر ولا الفيسبوك ولا انستغرام، ولا بعد احيانا تصفح الاخبار، رغم ان العالم كله الان اصبح في جيبك يعني في جوال، لكن برضو هو اشغال لك، متى ما انجرفت للأمور هذه أعتقد أنك لن تحدث شيء في الحياة. زين، ماذا أضاف لك التويتر؟ والله أضاف لي كثير من الصداقات، أضاف لي كثير من الأحبة، أتشرف بالمتابعين جميعا يعني، وأسأل الله أنهم يكونون
شاهدا لي لا شاهدا علي، وأنا أكون أقدم ما يشفع لهم أنهم يهدرون ولو جزء بسيط من وقتهم لقراءة تغريدة 140 حرف. أنا أعتقد أن تويتر أروع ما قدمته الحياة الجديدة. وعلى صعيد الشعر شو ضاف لك؟ لا على صعيد يعني خلاك مثلا تضطر تكتب التغاريد الشعرية؟ وجهة نظر في تغريداتك شعرية ولا بس؟ لا أنا تغريداتي نثرية وشعرية وأخبارية وأحيانا إخبارية، رغم أن الإخبارية ما أركز عليها لكن ما أراه أكتبه. أنا أقول أن تويتر تغريدة تستطيع أن تمسك العالم من أطرافه وترفعه إذا كانت تغريدة صح. لكن على مستوى القصيدة تغريدات قتلت القصائد. كثير من الأفكار الجميلة والرائعة قبل تويتر كانت مؤهلة أن تكون قصيدة رائعة وجميلة وقصيدة عصماء. جميل. لكن الحياة السريعة الاستهلاكية مع تويتر، الفكرة موجودة ممكن في ليلة أكتبها أو في نص ساعة أكتبها بيتين، وقتلت القصيدة وقتلت الفكرة وقتلت كل شيء وصارت بيتين فقط. فلذلك أنا أرى أن ما يكتب لتويتر شعريا غير ناجح أنه يكون قصائد، حتى وإن رجع إليها الشاعر بعدين هو فقد وهجها خلاص. واضح أنك بتكمل قبلها وبتكمل بعدها كم بيت، وفي الأخير أنت ما بتطلع إلا ببيتين التغريدة. جميل. طيب احنا الآن ما نريد نسمع تغريدة، نريد نسمع قصيدة، ويا ريت تأخذنا إلى منطقة أخرى غير المناطق اللي بديت فيها. هي جميلة لكن يعني والله شوف أنا بحاجة إلى 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 رقة، بشوف رقة عيضة ما لما نشوف بس عنفوان. احنا شفنا عنفوان أبو رجيل. الله يرفع قدرك. أولا أنا حتى في الرقة عنيف أحيانا. إيزي رقة. لكن يقول على وضح النقا جيت أتحدى مهرة الخيال، على وضح النقا خيال يعسف في صلفة مهره وقف ضده جنون الريح والفرقة وشين الحال وميعادي تجدد بيننا بكرة بعد بكرة بكرة. كذا مرت سنين العمر يا نزال يا رحال، على باب السفر خلت لأرباب السفر خبرة، نحت من القوافي ما يروق الوقفة الأطلال، عشيق من الصخر كراسه ومن الدماء حبرة، تخطيت المصاعب والمتاعب وانشغال البال، نفذت من الزمن لمشاهدك مع خرمة الإبرة بعد ما حان بكرة، والتقينا وابتدى الموال وصافح كوكب المريخ جبهة كوكب الزهرة، وقفنا نوجس الخيفة ودمعك فوق دمعي سار على وجه الثرى، والتفت القطرة على القطرة هنا قالت تعال هنا تعال تعال هنا، ما في أحد من قبلنا عطال البحر طهرة، وجيت وقلت لحظة بس أنا بطرح عليك سؤال، أنا كيف أنطفي لا طاحت الجمرة على الجمرة، وقالت لي صحيح العشق فاضح والعطش قتال، نبان يشتب ويشوف البحر في نارنا دبرة، وجيت وخاطري ينضع عليه من اللهب شلال، وسلمت البحر بشتى الحياة والشال والغترة، وصرنا نصفنا من بحر شوق ونصفنا رجال، وكان أول بحر يحرم رجل في نصفه من عمره، هنا كنا نشد ونرخي الشعرة بحسب الحال، وهالمرة تهور واحد وانقطعت الشعرة، هنا كان العشق والماء وملح العشق والفنجال، وشاعر كان واصبح للشعر وهل الشعر عبرة، ودع بحرها مكسور خاطر نصف من رجال عجز يخرج كما ما قد دخل مع حرمة الإبرة. جميل جميل. يعني أنا ما أحب ألعب دور الناقد لكن أحب أهمس في إذنك وأقول لك مثل هذا الشعر راح يخلد بعد عيضة بعد عمر طويل، يعني لأن يلامس النفس البشرية بحيث أن الصنعة تختفي، ما الواحد ما يشهد الصنعة وكيف كيف كتب القصيدة، يقول لك كيف قال القصيدة، يعني القصيدة قيلت لم تكتب، وهناك شعراء يكتبون القصيدة ولا يقولونها، وهناك فرق كبير بين أن تقول القصيدة وأن تكتب القصيدة. بالتأكيد هو فيه بين الفكر والشعور منطقة وسطى، إذا التقى الفكر مع الشعور في هذه المنطقة، منطقة العشق، منطقة المعاناة، هي منطقة قابلة لكل الحالات اللي من الممكن أن تكون مهيئة للشعر ولكتابة الشعر.
فإذا انغمست القصيدة في الفكر تحولت إلى فلسفة مغلقة لا تلامس الجرح، وإذا صعد الشعور وتجاوز هذه المنطقة تحول إلى سطح وصبح كلام تقريري استهلاكي. أنا أقول أنه متى ما الشاعر توفق في هذه المنطقة ووصل المنطقة اللي هي بين الشعر والكلام العادي وبين الفلسفة والفكر العميق، هو بالتأكيد وبين الوضوح والغموض أيضا يعني. أي بس هي تركيبة لا, لا, لا تعرف ما هي ولكن تعرف نتائجها. الحديث معك ذو شجون وشيق أيضا، ولكن الفاصل يدركنا. أعزائنا المشاهدين، نلتقي معكم بعد فاصل قصير، فانتظرونا. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في هذه العودة مع شاعرنا عيضة السفياني. عيضة، يعني عرف عنك أو فلنقل أنك اشتهرت بأنك قربت الشعر من عامة الشعب، ونحن لا نقول أن الشعر يترفع عن عامة الشعب يعني، ولكن حينما ذهبت بالشعر إلى منطقة الجمهور الكروي، نقول أن عيضة ذهب بالشعر إلى 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 ساحاته ولم ينتظر الجمهور أن يأتي إلى ساحته. ما الذي أضافه عيضة للشعر، أو ما الذي أضافه للجمهور، أو ما الذي حرضه على كتابة الشعر، وتحديدا نقول نادي الهلال الذي وسم عيضة بأنه من شعراء نادي الهلال السعودي؟ والله أنا بقول لك إن الرياضة هي، أنا أعتقد قبل ما أتحدث عن الرياضة أتحدث عن الشعر، أين يكون ولماذا يكتب الشعر؟ هو قراءة للواقع، نتفق جميعا إن الشعر هو قراءة للواقع. واقعنا الآن أعتقد إن الكرة تمثل من برنامجنا اليومي، من البرامج التلفزيونية، من حديث الناس، من الهم، حتى أصبحت هم اجتماعي الكرة. نعم. الآن نعم. أعتقد إن الكرة تمثل 70%، ولم يتبقى إلا 30% مساحة قصيرة للشعر. كونك تكتب في للجمهور الرياضي أو في أنك تذهب لهم، أيوه، أو تذهب لهم، أعتقد أن هذا ليس معيب كما نقرأ بعض الأشياء. لا نريد من يمنحون الصفات هكذا، أيوة، ويعيبون. لو رأيناه عيبا لما طرحناه على ضيفنا. أيوة. فلذلك أنا أعتقد أن جمهور الكرة هو جمهور راقي، جمهور ذواق. هو كان فقط يحتاج أن تقدم له قصيدة من ذهب في المدرجات حتى يحتف بها. نسمع هزيج احيانا، هزيج اصلا هي اغلبها موزونه، ابيات شعر موزونه، ابيات شعر موزونه. فاحنا نساهم معهم في هذا الشيء، ونجحت الفكره انه يعني الان في المدرجات تجد مثلا بيت شعر لشاعر يكتب عن النصر، وشاعر كتب عن الهلال، وشاعر كتب عن الاتحاد، وشاعر كتب عن العين، عن السد. وأنت كتبت لحبك للهلال أم كتبت لأنك أردت أن يتردد هؤلاء العشرات الآلاف؟ لا طبعا أنا أول من يمكن أول ما أعلن الموضوع هذا، أنا في أول من كتب بشكل علني إعلامي هو في شاعر المليون، هديت قصيدة للهلال. وأنا من عشاق نادي الهلال وأعشقهم، يعني هو حبي، هو يعني هاجس اليومي الهلال. ورغم ان النصر يعني السنه سنته يعني، لا ما هي سنته ترى والله، بس هي حاجه. لا نريد ان نحرض الخصم الهلالي، نريد ان نسمع شعرا. اي احنا ان شاء الله الاسيويه، يلا ان شاء الله. قول ان شاء الله. ان شاء الله خير. ان شاء الله بارك لك يا استاذ. ان شاء الله يا ابو احمد. عموما فكتبت القصيده ولله الحمد نجحت. من كتب فيما بعد شعراء جميلين ورائعين، وأصبح الآن الشعر ما يكتب في الجانب الرياضي من الشعر جميل. الرياضة والشعر بينها قاسم مشترك، يعني أنا اليوم بجمعك في القواسم المشتركة. والله أنت قاعد أنت تحط قواسم من عندك، بس إحنا نبغى تثبتها يعني، بس دول مرة نعرف إنه في هو قواسم. رياضة، في رياضة فكر، كلها رياضة فكر. فالشاعر يفكر أو يتقدم بأفكاره، الشاعر يتقدم بأفكاره، واللاعب أحيانا يفكر بأقدامه. نعم. فلذلك المنطقة هذه أنا أعتقد أنها كلها رياضة وكلها جميلة جدا.
أنت بإمكانك تقرأ قصيدة في الملعب متحركة عندما يأخذ الكرة يوسف الثنيان ولعباته وسحباته وتمريراته، هذه قصيدة موزونة تترجم في هدف. التشكيلة كاملة لفريق هم عبارة عن مفردات. زين، ألا تعتقد يعني حينما طريت ذكرت أنت يوسف الثنيان، يعني ألا تعتقد أن مثلا هذه القصائد سوف يتجاوزها الزمن بسرعة؟ يعني الثنيان اعتزل الآن الكرة، يعني فالآن الحديث عن اللاعب الكبير مثل الثنيان يعني في وقت اعتزاله يصبح يفقد القصيدة معناها. لو كتبت عنها، هل الزمن تجاوز قصائد في كافور الإخشيدي أو في سيف الدولة؟ هي بقيت أحداث تاريخية، يعني كانت ربطت بالأحداث التاريخية أكثر ما هي ربطت بالأشخاص، قصدي. أيوة طبعا، وهذا أيضا هو شخص مصاحب أحداث تاريخية وأحداث عالمية أحيانا تصل. ولكن أنا كتبت عن ما جزأت أشخاص معينين. طبعاً أنا استشهدت بيوسف الثنيان كمثال لأنه هو اللي ممكن يلهمك. طيب الآن بعد إحنا يعني نأتي إلى نقطة أخرى، أن مما هو معروف أن الشعر الخالص هو الذي لا تدخله الأيديولوجيات أو تدخله المعارف بشكل كبير. يعني حينما تكتب شعر سياسي، حينما تأتي على الألفاظ السياسية ويصبح كثير الألفاظ، فيصبح بيان سياسي موزون أكثر منه شعراً. حينما تكتب قصيدة مثلاً عن، حتى لو كتبت عن الفقر، لو أردت أن تكتب تذكر الوضع الاقتصادي والعملات وفرق العملات، لو أدخلتها في القصيدة المعطيات اللي هي قتلت القصيدة. يعني الشعر يجب أن يراوح من بعيد حول المواضيع. الآن بالرياضة، أنا أريد أن أقرأ أن أسمع شيء من شعرك في الرياضة. حينما تتطرق إلى الرياضة، إذا دخلت في آلية الفريق، ألا تعتقد أنها مثل هذه الأيديولوجية وهذه المعرفة؟ لا، أنا بستشهد تقتل القصيدة. أنا أعتقد أن الشاعر اللي قادر على كتابة القصيدة في مراوحة حول أي موضوع اجتماعي سياسي، هو قادر أيضا على المراوحة في جانب الرياضة. يا ريت نسمع قصيدة جزء منها. أنا بقول الأرض تشبه للسماء. طبعا هي قصيدة، حنا قريب من الأرض والسماء. نعم. والزراق والبحر والموج. حلو. الأرض تشبه للسماء في أربع خصال من الخصال: نادي الهلال بصدرها نبراس الهلال السماء، واللاعبين نجوم لنجوم السماء مضرب مثال، الكاس نبض قلوبهم والفوز يجري بالدماء، أزرق على بيض بالسماء وبيض على أزرق بالهلال، غير السماء من يشبهه ما له شبيه ولا كما. اللي يلعب نادي الهلال بفن وابداع وجمال، ما عاد تدري انت فوق الارض ولا بالسماء. جميل جميل، لا وفقت حقيقه، وفقت. انا اقول هذه شهاده، انا اقولها للمشاهدين. الله يرفع بهذه الصوره. يعني انا والله ما كنت ناوي القي القصيده هذه، لكن سؤالك هو اللي استفزني القيها. ليش كنت ناوي القي شيء من الجديد مثلا؟ بس سؤالك جميل جدا، كيف تحاول بالمراوحه بحيث انك ما تدخل في العمق. يعني انا اعتقد ان هذا المقطع انا استشهد فيه انه ليس رياضي، هو شعري. متى ما وجدت ومضة ابداع وفكره جديده جديره بالكتابه، صحيح. اكتب. يعني ما يمنع حتى ممكن ان تكتب في، لا لو تخيل لو انك انت مثلا قد ذكرت مثلا اهداف كلمة العارضة وضربة جزاء، لو حطيتها في القصيدة حتقتل القصيدة. هذا بالتأكيد، وهذه مفردات بالتأكيد مهمة في الرياضة. بالتأكيد. طب شو كنت ناوي تسمعني وأنا أقحمتك في جانب آخر؟ والله إني خلاص، هو يكفي في الهلال طبعا، يكفي. أنا كنت بسمعك في الهلال، لكن استشهدنا بهذا النص في الهلال ويكفي أعتقد. لا، استشهاد جميل ويعني موفق. في مقطع صغير كذا عن ياسر، يوم هو ياسر القناص يقول لك بين الكرة واللاعبين أسطورة، منهم اللي ينتبه للثاني؟ كانت كرة تقنص في لاعب كورة حتى قنصها ياسر القحطاني، راسم لها في كل ملعب صورة، يسهر عليها العاشق الولهاني، تبقى بقلبه آسرة مأسورة، ما حسب الوحدة وهو وحداني، إلي ألعب تشعر بنفس شعوره وابداعها للاوعي، والداني ما وقف المبدع على جمهوره، هلا علو يعلو على البنيان، يا ياسر القحطاني الأسطورة، شطحت بي فوزان غير أوزاني، ما يجعل الشاعر تجف بحوره إلا الهلال وياسر القحطاني. ما شاء الله عليك، يعني ربنا يديم المحبة بينك وبين نادي الهلال. إيه. وإن شاء الله دوم تكون يعني في حالة ألق عيضة.
مع النادي، وإن شاء الله النادي أيضا يكون في حالة تألق على مستوى الساحة المحلية السعودية إن شاء الله ولا الخارجية. أعزائنا المشاهدين، اصطحبناكم في هذه الحلقة مع عيض السفياني في نهاية الجزء الأول من برنامج شعراء الملايين. لدينا رغبة قد تتوافق مع رغباتكم بأن يستمر هذا البرنامج، وأن نلتقي مع ضيوف آخرين من شعراء ملكوا القلوب في هذه الساحة العربية، وتتسع الدائرة من دول الخليج إلى دول عربية أخرى، ونلتقي مع أصوات عربية أخرى في برنامج آخر أو في جزء آخر من هذا البرنامج. العلم عند الله، ولكننا بقلوب ممتلئة بالحب نتمنى أن نلتقيكم مرة أخرى.